أيضا في العدد القرآني وفي مسألة 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. مقدمات بسيطة للإنسان اللي بيشاهد لأول مرة. أولا، في عام 1992 تم استكشاف نظام عددي في القرآن الكريم يشير إلى احتمال زوال إسرائيل من الأرض المقدسة عام 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. إذن 2022 ميلادي وافقها 1443 هجري. هذه مسألة. من عام 1992 إلى اليوم هناك أشياء جديدة تستجد، ولذلك نحن نحاول أن في رمضان بالذات أن نعرف أكثر في مسألة العدد المتعلق بالعام 2022 ميلادي. مثل هذه النبوءة يبدو أنها رحمة من جهة كون الأحداث المعاصرة ممكن تجعل الكثير من الناس في حالة يأس من المستقبل، ولكن مثل هذه النبوءة التي نحاول تحليلها تعطي الأمل، وفي نفس الوقت ممكن يكون الثمرة التي يمكن أن تتحصل في عام 2022 ميلادي أضخم من مسألة زوال إسرائيل، وعلى ما يبدو أنها بداية عالمية الإسلام، وأن المسلمين أصبحوا قادرين على أن يحلوا الإشكالات ثم يكون لهم بعد عالمي، ويبدو أن الإسلام سيكون له انتشار هائل في حال حصول مثل هذه النتائج المتوقعة من خلال هذه النبوءة التي تم تحليلها. نقصد طبعا نبوءة سورة الإسراء، وآتينا موسى الكتاب ثم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، مشهورة هذه الآيات. سبق أنه يوجد على أو في قناة إسلام نون على اليوتيوب يوجد محاضرات بعنوان نظرات في سورة الإسراء أو في فواتح سورة الإسراء، 8 محاضرات، ثم المحاضرة 9 بعنوان وعد الآخرة. هذا لمن يريد أن يعني يتعرف ابتداء على التفسير، ثم يأتي موضوع التحليل المتعلق بالعام 2022 ميلادي. كون الله سبحانه وتعالى ينزل نبوءة قبل أكثر من 1400 سنة نكتشف أنها تتعلق بواقع المسلمين اليوم، هذا يدل على ضخامة التحدي في مثل هذه الأيام أو في هذا العصر، وأيضا يدل على أن الإسلام ستكون هذه التحديات هي التي تصنع المسلمين صناعة جديدة نحو بعد عالمي جديد من أجل البشرية التي ضاعت وتاهت نتيجة تخلف المسلمين ونوم المسلمين اللي بيحملوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشرية. طيب الآن نبدأ.